التيره كناخذوا معلقه صغيره ديال شنو هذه عشبه؟ هي عباره على مكون مركب كيميائي طبيعي. فين كيتباع؟ بحال السمغ داير بحال المسكه الحره، كيتباع في المعشابات، فهما كيتستعمل بزاف في هذه الاونه الاخيره. الطريقه ديال الاستعمال السليمه كناخذوا معلقه صغيره من الغبره ديال الكتيره مطحونه ومغربله، ولكن الكتيره ناخذوا الكتيره عند الناس اللي كنعرفوهم في المعشابات اللي كنعرفوهم مؤمنين، كنخلطوها بكاس صغير ديال الحليب سخون، كنخليوها فيه واحد المده ديال ساعتين حتى ثلاثه السوايع، فهي كترد لنا الحليب بحال الفلون، يعني كتخطر فوالا كتخطر الحليب، وكيتشرب هذاك الكاس نص ساعه بعد الفطور مده ديال شهر. شكون اللي ما خصهاش تستعمل هذه الكتيره؟ الكتيره الناس اللي عندهم الامراض المزمنه، مثلا الناس اللي عندهم القلب، الناس اللي عندهم السكر، لانها كتاثر على الـ على الـ على داك الادويه اللي كياخذوا وما كيستافدوش منها. الناس اللي عندهم الضغط، الضغط ماشي مشكل، ما كتاثرش على الضغط. الناس السيدات اللي عندهم مشاكل الغده حتى هي ما عندهمش مشكل ياخذوها، لانها ما كتعطيناش واحد التاثيرات عليهم، والوليدات قل من 6 سنين حتى هما ما نعطيهمش هاد. اذا هاد نص كاس هذا ديال هاد الحليب اللي تخلط بالكتيره وعطانا النتيجه بحال الرايب، شحال الوقت استعملوا السيده؟ شهر فقط، مره واحده في اليوم؟ اكيد نعم، نص ساعه بعد الفطور كناخذوه. شكرا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.